فيفا. يا جماعه دي بيت حاصل لها انتوسكشن، عندها مشكله هنا بتاعت الجش. انا عندي كميه كبيره من الجش، نحن حاولنا نعمل لها ميلكين قبل تطلع علينا بالميلكين. فهو ده الجش، اهو ده بنحاول نطلع في الجش، شايفين كميه من الجش بنحاول نطلع فيها فيري هارد، شايفين ماسكه كتير عينه بكميه من الجش. Very interesting يعني صراحة. ايش عندها بتاعت القش يعني عمل لنا انتوسكشن وعمل انتوسكشن وانتوسكشن، احنا لقينا الاثنين لقيناه، ولكن يعني اليوينيون خفيف يعني بمجرد ما فتحنا فك طوال صراحة. لكن يعني ده اهو ده عمل لنا انتوسكشن وانتوسكشن كمية من القش، حاولنا نعمل لهم ميلكين نطلعه برينس ما قدرنا نهائي يعني فيري هارد. وزي ما شايفين حتى هنا انا فتحت فتحه انه بيطلع لنا بصعوبه كيف يعني شايفين قش هذا قش قش. خلينا نجرب يدي احسن عشان ما شايف كذا. ايوه البابكوك خلينا نشوف كمان شويه احسن. نشوف البابكوك، البابكوك مش زين، ما انا عايز بالراحه كمان، ما عايزين نعمل شايفين عينه؟ مشكلين مشكلين مشكلين، شايفه؟ شايفه معنا هند ماشيه؟ شايفه ها؟ يعني حاجه فيري هارد يعني كومبليت انتستاينال اوبستراكشن عينه. شايفين يا جماعه عينه؟ عينه 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 دي مو هارد بيسز، ده قش ده قش شايفين ده قش؟ السلام عليكم، انا نزلها في الجروب بتاعي دي ما في كم ماتيريا يا جماعه، ده كله قش. ها ده قش، ها دي كمية من القش وطلع البيت دي عمال امسك شوف شوف الباور شوف 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 شو